يعني بدك تقول إنه الحدود يلي رسمتها إنجلترا من قبل، يعني قصدي بالحرب العالمية الأولى يلي وضحتها أمريكا بالحرب العالمية الثانية، رح تنرسم من أول وجديد مو هيك؟ هي الحرب الكبيرة يلي ممكن يصير، حيتحدد الحاكم لهذا العالم، لهيك لازم نشتغل لصالح الرابح، يعني لصالحنا. بس للأسف إيماني صار ضعيف كتير يا ألجيس. مشان تشتغل معنا ما في داعي أبداً أنك تآمن فينا، بكفي نحن نآمن فيك وبس، ورح نقدم لك الدعم للنهاية. يعني هالنظام يلي انهدم من قبل سنين بدك ياني ارجع ابني من أول وجديد؟ ايه تماماً، ونحن بنفس الوقت رح ندعمك مشان تحقق الأهداف يلي طلبناها منك. أنا بوعدك بهالشي. طيب وإذا ما قبلت بهذا العرض شو رح يصير؟ يعني رح تحبسوني كمان؟ وبس اطلع من الحبس رح شوف اني خسرت حدا؟ نحن عن جد كتير متفهمين وجعك يا فهمي، بس صدقني نحن ما قلنا اي علاقة بوفاة ابوك او ابنك. الاشخاص اللي اعتبرناهم حلفائنا مثل ما صاروا اعداء لنا اليوم صاروا اعدائك، وإذا انسحبت وحطيت حالك بشي زاوية وقتها بتصفي بدون دفاع، وطبعا أعدائك مستحيل يروحوا على حالهم هيك فرصة. يمكن تقلي ما بتفرق معك إنك تموت، بس أنت خسرت واحد من ولادك يا فهمي، أكيد ما بتحب إنك تخسر التاني، فلا تنسى هذا الشي. أنا بعتذر لأني تأخرت. شو الهدف من زيارة السيد ألجس؟ بده مني شكل هيئة جديدة مثل قبل. معناتها جهز لي القائمة، وأنا رح قابل كل الأسماء اللي أنت بتكتبهم بالقائمة. رح أحكي مع جاهد بخصوص الموضوع. أخ عمر، خسارة لنا كلياتنا، البقية بحياتك. شكرا، حياتكم الباقية كلياتنا نزلنا عليه، بس الفيديو المفبرك اللي عم ينعرض عن العم عمر بالإنترنت ضروري كتير ينمنع. قدرنا أنه نمنع عرض الفيديو لفترة، بس ما قدرنا أنه نحسفه من المصدر. نحن عم نحاول أنه نوقف هذا الفيديو بكل الدول بالطرق القانونية وحتى غير القانونية، بس نحنا كل ما قدرنا نوقف هذا الفيديو من مكان بينشروه هن من مكان تاني. سيد مراد، هلأ كمان نشروا فيديو عن فترة وجودك بمكة. صحيح، طلبت من صديقي يلي بالاستخبارات السعودية يلي شاف كل شيء انه يوضح الحقيقة للكل، وعن قريب رح ينشروا المعلومات لكل العالم. انا ما بيهمني هذا الموضوع ابدا، بس الشيء يلي سووه لسمعة ابي كتير سيء. نحن جاهزين لنساوي كل شي بيطلع بإيدنا. يسلموا إيديكم. عن إذنكم. تفضل، إذنك معك. سيدي للأسف. شو فيديو جديد؟ هجوم منظمة الراية السوداء الإرهابية قائدة كارا على سيارات الأمم المتحدة بأمر منك. لا تواخذوني، أنا مضطر أطلع. ونحن كمان صار لازم نروح. تفضلوا. شكرا. سيد مراد، يا ريت توصل تعازينا للوالدة. أكيد. تفضل. البقية. شكرا لك. البقية. شكرا لك. ليلى. نعم مراد. أنا لازم أروح. خير؟
عارضين فيديو تاني على الانترنت. شو اللي عم يصير؟ أنا عم واجه مؤامرة كبيرة. فيني ساوي شي لساعدك؟ بس لو سمحتي لا تفرقي هالمكان. إذا بتضلي هون ما بينشغل بالي عليكي أبدا. إيه طبعا لا تاكل هم. يا حبيبتي أنتي. أها صحيح، لا تخلي أمي تشوف هالفيديوهات. أكيد لا تقلق. وقفي واسمعيني. ساعدوني. راكي فوينو. ساعدوني. أنا ما بدي أذيكي، بس جاوبيني على سؤالي. أصحك إنك تصرخي. راكي فوينو. أنت هجمت عليه وقت انسرقت شنطايتي؟ مو شغلك، بس جاوبيني على سؤالي. عاكف وينو؟ عاكف مين؟ موسيقي الشوارع. أخدوه مبارح. مين هن؟ الإنجليزي اللي مع مديري. ولوين أخدوه؟ ما بعرف ابنهم. اسمعي، أنا مو حابب ضايقك ولا أزيكي، جاوبيني على سؤالي وبس. نحن شو عم نستمع؟ تأخر الوقت. اسماعيل، ديروا بالكم على هاد، تبعوا على خليفتنا المستقبلي. كأني شايفك بشي مكان. بس أنا ما بعرفك. أنت من وين جاي؟ من كوسوفو. وأنا رحت على كوسوفو. أكيد شايفك هنيك. أي نورا، عاكف مع المتشددين. طيب إذا عرفت شي بخبرك. مين أنتوا؟ لا بعدوا عني، اتركوني. أنت بعملية الأهرام كأنك نكشت عش الدبابير يا مراد. نحن دائما منقدر نواجه المنظمات يلي عم تستهدفنا ونوقف الوشة كمان، بس الهجوم الأخير يلي تعرض له مقر الهيئة حطنا بوضع ما بننحسد عليه. هنن رح يضلوا يضغطوا علينا، وهالمرة يبدو ضربتهم قوية كتير. أنا عندي شوية شكوك بخصوص الجهة يلي عم نحاربها. سياستنا بالمنطقة عم تزعج أمريكا وبريطانيا بنفس الوقت. أنا ملاحظ هالشي. ظهورنا بهالفترة كقوة ثالثة بين هالدولتين رح يكون له ثمن، ونحن رح ندفعه. بس ما عم أفهم مين مخطط لهالهجوم هاد، وين مركزهم بالضبط؟ را را بتوقع انه رويال ارمي. بتعرف العمليات يلي كانت تساويها القوات البريطانية
مع رويال آرمي لما كانوا يرسموا الحدود بهاي المناطق. أما بالنسبة لفريق الليون يلي هاجمنا، هو على الأغلب وحدة من تشكيلات الرويال آرمي، مثل مؤامون عم يستخدم الأرماكادون. نفس الشي بالنسبة لرالة بريطانية عم تحرك فرقة ليون. متأكد أنه هنن وراء هاي العملية الأخيرة؟ إيه، كنت مفكر أنه يلي خطف أبي هو أمون، بس البريطانيين هنن كانوا وراء هذا الشي. بعرف أنهم عم يجهزوا أمورهم بشكل منيح ليشنوا هجوم أكبر. عملوا لي فخ ليبينوا أنه أنا على علاقة قوية بالمتشددين، وهني مستمرين بخططهم. عفوا، عاكف وقع بإيدين المتشددين. هالخبر كتير بشع. كتير زعلت على خسارتكم للأب عمر، بس الفيديو يلي انعرض على علاقته بالمتشددين قدر انه يهز رأي كل العالم. هالفيديو مفبرك سيد مارتن. ايه طبعا، انا بعتذر. بترجاك لا تواخذني، انا متوترة. هالفيديوهات البشعة حملتنا عبء تاني. متفهمك. صحيح، اخوك كيفه؟ اخي ما عم تصح له فرصة ليحزن على بابا عمر. عم يحاول إنه يلاقي الناس يلي عملوا هالشي. طيب برأيك قدر إنه يوصل لشي معلومة؟ والله ما بعرف. عن جد مسكين كتير. بتمنى إن كنت لاقوا يلي عملوا هالشي عن قريب وينالوا جزاتهم. آمين. هل تعرفتي على الأمير هنري؟ شو هالصدفة الحلوة؟ ما كنت بعرف إنه أمير. سمعت إنه باسطنبول. غريب، هو ما قال لي إنه رح يجي على اسطنبول. معناته قرر هالشي فجأة. ألو؟ موزيك؟ أنا صار لي كم يوم عم أتصل فيك، ليش ما عم ترد علي؟ التهينا بموضوع الجنازة. ليش يعني؟ أنا ما قلت لكم استنوني لحتى أجي وأحضر الجنازة؟ أنتوا وين دفنتوا لستار؟ خالي ستار، خالي ستار دفنته بمنطقة زنجرلي كويو. طيب موزيك، أنا وصلت على تركيا هلأ، رح روح على المقبرة فورا. طيب ماشي مرت خالي. مين دفنت بمنطقة زنجرلي كويو؟ أنت خال؟ ها، قصدك أنه أنا متت؟ لا لا سمح الله، بس اتصلت مرت خالي، هي بتركيا فخبرتها. كيف هي بتركيا بلاك؟ اجت اليوم؟ بس لا تاكل هم، أنا بعدت لمنطقة زنجرلي. لك موزيك، ليش أنا مدفون هونيك ولك؟ وإذا هي ما لقيت قبري هونيك وقتها شو راح يصير؟ امشي امشي، انا راح ادفنك هنيك. خالي وين هاي المرة؟ ما له قبر بهالمقبرة. كيف يعني ما له قبر؟ شوفت عينك، ما له اسم. ها
شو هاد؟ خالي أنا ساويت هالشهادة باسمك، هلأ بحطها بمكانها مشان تشوفها مرت خالي. ولك يقطع عمرك أنت وهالرخامة اللي جايبها يا غبي. ماله هون؟ ستار؟ هيلجا؟ هيلجا؟ شو هالمصيبة؟ لك اسمعي؟ هيلجا؟ ألو؟ هيلجا؟ مرت خالي؟ مرت خالي؟ قومي؟ نعم ستارة أغا وينك؟ أنا بالمقبرة يا بوسات. شو عم تعمل بالمقبرة؟ مو أنتوا قتلتوني؟ عم حاول عيش حالي. نحن رايحين على هداك العنوان، ناطرين هنيك. خلاص ماشي جاي. شت. ها؟ موزيك؟ أنا عندي شغل رح أروح. دير بالك على مرت خالك ووصلها على البيت، ماشي؟ ماشي خالي. هلقى مرت خالي؟ يا مرت خالي يلا فيقي. ستار؟ 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 مرت خالي يلا فيقي. لنشوف مين اللي راح يفوز. يلا دروب. برافو يا راسكولين. راسكولين دائما بفوز. أنت التزمت بوعدك وفجرت مستودع بالتزار. نحن كلمتنا كلمة وما منتراجع عن وعدنا. أنا قلت من قبل أنه ما رح أسمح أبداً أنه تنباع البضاعة بتركيا. جهز حالك رح تبلش الحرب. ما فوت على حرب لا أعرف مين بيصفي. امشي لشوف. بالأول رح أعرفك عرفقاتي. تمام سيدي. يا شباب لازم ننشر الفيديوهات الثانية. المنظمة الإرهابية المسماة بالراية السوداء التابعة لمراد علمدار أرسلت بعض جنودها إلى اليونان بهدف الانتحار ونشر فيروس الإيبولا الخطير. الفيديو الرابع، أحد إرهابيي مراد علمدار الذي كان يخطط للقيام بعملية انتحارية في غزة تم قتله على الفور. كيف كان الوضع بغزة؟ إن شاء الله ما تعذبتي. ما رح تصدقي قديش الوضع صعب. انصدمت باللي شفته هنيك. يعني الأمور ما تحسنت؟ شو عم تقولي؟ أنقاض البيوت حواليكي بكل مكان وأرواح الناس تهدمت وفقدت أملها بالحياة. صعب العيش بهيك وضع. صحيح هنيك ما بيحسنوا يصلحوا الماضي ولا حتى يضمنوا المستقبل. عايشين وكأنهم بيعرفوا إمتى رح يموتوا. الله لا يدوق هالعذاب لحدا. كل المدينة مليانة حزن وأوجاع، ما في ولا زاوية ترتاحي فيها أو تتنفسي وتفضي همك. تطلعي على البحر ترسم قدامك صورة الأولاد اللي انقتلوا، ولما بتطلعي على الأولاد اللي عم يلعبوا بالحارات إلا ما تشوفي ولد عاجز بسبب الحرب. وحتى لما تحطي السفرة للطعم الجوعانين ما بيكون إلهم نفس لياكلوا. رح ترجعي لهنيك؟ كيف أرجع ورهف بهي الحالة؟ يا روحي هي
بس حتى لو ما رحت أنا مالي قلقانة على أمور الجمعية. تعرفت على شاب موظف بالأمم المتحدة وحابب إنه يساعدني بهالموضوع. كتير منيح. إيه؟ وحتى تخيلي إنه طلع أمير. الأمير هنري. قلتي أمير؟ تعرفتي على أمير يا عمتي؟ إيه حبيبتي، وهو هلأ باسطنبول. إذا بتحبي باخدك وبعرفك عليه. ما بدي، بعدين أنا أصلاً بعرف أمير. مين هو؟ الأمير جاهد يلي على الحصان الأبيض. إيه؟ ما شفتي لجاهد أبداً؟ لا، اتصل فيني كذا مرة وأنا بغزة بس ما رديت. ليش ما رديتي؟ ليش لحتى رد عليه؟ بعد كل هالشهور بيتصل فيني؟ الله أعلم شو بده مني لحتى اتصل. لا تقولي هيك صفية، انت عم تظلمي لجاهد. لا تكوني قاسية. وأنا هيك رأيي، كتير عم تظلمي لعمو جاهد، هو كتير بيحبك. حبيبتي فهميني. هاي هي، هو كتير بيحبك، وبابا كمان كتير بيحبك خالة ليلى. لا تزعلوان على الفاضي. وين كنت يا متى؟ كنت بلندن. شو كنت عم تعمل هنيك؟ امي كانت تعبانة. ما فاي، ان شاء الله تحسنت. الحمد لله. يا ترى عندك خبر بوفاة المعلم رونالد؟ لا ما بعرف. الأميركان دائما بيحسنوا انهم يفوتوا على كل مكان، بس ما بيعرفوا ينسحبوا بالوقت اللازم. لهالسبب ما عم يخلصوا من المصايب. انت طولت زيادة بلندن، لسانك متغير يا متى. بدك الحقيقة؟ مو لساني يلي متغير، الخبرة يلي عم تحكي. طيب بما انه فتحنا سيرة الخبرة، فهمي بيك بحاجة لشخص عنده تجربة وخبرة مثلك، ولا رفيقه الجديد جاهد رح يوجع لنا راسنا. جاهد؟ ليش هو من امتى علق حاله فيه؟ تعرف عليه لما كان فهمي بيك بالحبس بقبرص. رمى المرساة على ساحل صخري. انتبهوا منيح بلا ما يخرب لكم سفينتكم. قلنا على نفس السفينة يا متى، مشان هيك أنا طلبت تتقابل. فهمي بيك عم يخطط إنه يساوي هيئة جديدة. أنا قلت له إنه أنت الشخص المناسب. كتير بتشكرك على هذا العرض، بس تأخرت كتير يا حقي، لأنه أنا حجزت مقعدي بالإمبراطورية الكبيرة يلي شمسها ما بتغيب. اليوم حكيت مع ألقس يا جاهد، بتعرفه ما؟ ايه طبعا بعرفه. هو خبرني انه رح تبلش حرب عالمية جديدة بمنطقتنا. بالاول عملية الاهرام قدرت انها تشعل الحرب البريطانية الامريكية. بالحقيقة الحرب مبلشة من زمان، بس عملية الاهرام فضحت هذا الشيء. طيب قلي شو يلي طلبوا منك؟ بعد ما مات المعلم رونالد صارت كل الصلاحيات عندي، بده ياني شكل له هيئة جديدة بأسرع وقت. وشو قلت له؟ أنا من شان هيك طلبتك. أنسي عزراب، أنا لازم شوف فهمي بيك، في ضيف عند فهمي بيك. طيب كنام بغرفته؟ بس بصراحة نايم. نايم بهالساعة؟ ايه تمام، معناها بستنى ليفيق. ايه
الظاهر فاق. مرحبا كنان. أهلين وسهلين. كيفك؟ كيف بدي كون؟ بعد كل الشغلات يلي صارت أسئلتي ما قدرت لاقي لها جواب وعم تاكل راسي كل يوم. أنا فهمتك كتير منيح كنان، بس برأيي يوسف ما مات. أنا حاسة إنه عايش. معك حق، ما مات، يوسف انقتل. شو يلي عم تقوله كنان؟ يلي بدي قلك يا بيضل بيناتنا. طبعا. يلي صار ليلتها ما كان حادث، يوسف راح ضحية مؤامرة. يعني حياة يوسف كانت مقابل طلعة أبي من الحبس، وهيك دبروا له هذا الحادث. حقي عنده علم بهي الخطة؟ بالأول حبيت أخذ رأيك. فهمي بك، ما قدرت أمنعه. طيب ملك، مو مشكلة، روحي على شغلك. أهلين عزراء، بعرفك صديقي جاهد. عادي، أنت السبب بوفاة يوسف مزبوط؟